كل رقم الأرض بيدير عليك شخص إبراهيم. افتتحت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة معرضها الأول بحمص اليوم في صالة الشهيد غزوان أبو زيد الرياضية بالمدينة، وذلك بمشاركة 60 شخصا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات. الهدف منه جمع المجموعة من أصحاب هذه المشروعات في مكان محدد وصالة غزوان أبو زيد الرياضية في مدينة حمص، لإعطاء فرصة لأصحاب هذه المشروعات بالتواصل مع زملائهم من أصحاب مشروعات مشابهة في مختلف المحافظات السورية والاستفادة من خبرات وتجارب بعضهم. احنا شاركنا بهذا المهرجان بدعوة كريمة من شركة التنمية. نحن شاركنا بعدة عروضات للمؤسسة، المؤسسة حاطة هدايا للعروضات للي بيشتري وللما بيشتري. نحن رغبتنا بهي المشاركة مشان نعرف المواطن السوري على المنتجات السورية. نحن حاصلين على شهادة الايزو تيوب لعام 2015. أنا مشارك بمهنة البروكار الدمشقي المعروف يلي له تاريخ كبير، يلي يشهد فيه تاريخ سوريا العظيم، أنه يروب تتويج ملكة بريطانيا كان من البروكار الدمشقي المرصع بالذهب. وفي عندي كمان شغلات فنية عاملها أنا في الشام، أهم شيء هو وشاح السيد الرئيس، وهو وشاح المية أعلى وشاح في الجمهورية العربية السورية. جينا من حلب لهون نشارك مجموعة قدح تجارية لصناعة الصابون التي حاليا في بيت الغار أنتم موجودين يعني، والغار معروف عنه هو الشجر الدائم الخضرة يعني من أيام الإغريق يعني اليونان، أن اللي نوفا كمان بتميز مقبول النصر يعني. ما إن شاء الله وتعالى سوريا تخطط هالمرحلة هي، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهالأمري وقدرنا نتجاوز المحنة، لأن إحنا منشأتنا بحلب اللي كنا تضررت يعني هنيك نتيجة الإرهاب يعني، والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى أكرمنا يعني. إحنا مشاركين يومي بمع هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إحنا من المشاريع المتضررة بمحافظة حلب، تضررنا في الإرهاب، تم سرقة آلاتنا ودمرت منشآتنا، عم نرجع نحاول نبني من جديد وندخل السوق السورية ونغطي حاجة المواطنين السوريين.